السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا اليوم إحنا كلجنة وطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان كممثلين ديال هاد الطلبة كاملين، الحضور بهذه الكثافة والإعطاء الاهتمام ديال هاد القضية اللي كنعيشوها اليوم إحنا كطلبة ديال الطب والصيدلة، راه اهتمام لي أساسي واللي كنعتبروه جد مهم، واللي كنظن ان هذا الميدان الصحي راه كيشكل واحد الميدان اساسي في السيروره ديال 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 ديالنا كمواطنين مغاربه. كنبغي اولا نحددوا علاش اليوم جينا لهذه الدوله الوطنيه وعلاش دايرينها. يعني عندنا بزاف الاهداف ديال اننا اليوم جينا باش نقدم الوضعيه اللي كيعيشوها الطلبه في مختلف الكليات العموميه في المغرب، ونصحوا ايضا بعض الاخبار والاخبار اللي كتنتشر زائفه في صفوف ديال الراي العام، وايضا المغالطات اللي كتنتشر. ايضا جينا باش نهضروا على المسيره الوطنيه والقمع اللي وقع فيها ولدي غول المدير. هذا القمع هذا كي كان خلال هذه المسيره واللي تمنعات واللي ولات من بعدها غير وقفه وطنيه، ولكن حنايا كنحاول اننا نوضحوا الاشكال. كان الاشكال ديال التدريب الشفائيه السيكتاليت اللي مازال ما كاينش واللي خصنا نخدموا عليه، اشكالات عديده في التكوين النظري التكوين التطبيقي. واذا بنا كنجيو كنلقاو قرار ديال التقليص عدد سنوات التكوين ورفع عدد الوافدين الجدد، بحال الا حنايا في مشكل زادوا دخلنا في مشكل واحد اخر، واللي اون فوا تحط هذا القرار ماشي شديناه وجلسنا وقلنا راه صافي، لا كملنا في اجتماعات الوزاره وزدنا وضحنا الاشكالات اللي جاوا مع هذا القرار هذا، وهذه الاشكاليات راه مازال نزيدو نوضحوهم في خلال هذه الندوه هذه. مي حنايا خدامين وكنا كنوضحوا هذه الاشكالات وكنرجعوا عند الطلبه اي وقت، كنرجعوا عند الطلبه نقول لهم ها فين وصل الحوار، وصل في هذه النقطه وهذه النقطه، راه كنناقشوا السيكتاليت وهاد الموداليتي ديالو وها فين غاد الامور. هذا رفع عدد الوافدين الجدد فين غاديين، كنرفعوا من عدد الوافدين الجدد والطلبه تيقول لك حنا راه بينا بزاف، وفي ذاك الوقت قبل من القرار راه كانوا بزاف ديال المدن كيجيو في اطار الجنه الوطنيه تيقول لك راه كنعيشوا واحد الوضعيه اللي كارثيه في التكوين التطبيقي في المستشفيات. السلام عليكم، معكم عكيف ياسر، ممثل سنه خامسه بطلبه الطب وعضو باللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله بالمغرب. كنشكركم اللي لبيتوا الدعاء الندوه ديالنا وحضرتوا، كان الحضور غفير، شكرا بزاف. ممكن ما شفتوا بالله راه كاينين بزاف المطالب وبزاف المشاكل اللي كنعانيو منها كطلبه الطب بالمغرب وطلبه الصيدله بالمغرب، وهذه المشاكل هذه اللي بقات عالقه منذ 2015، وهي كاينه واحد المشاكل اللي قائمه بدون حلول، هي مثلا لي سي اش او اللي ما كيتبناوش، القرارات اللي كتجي احاديه وبدون تشاركيه، والمشكله انها التشاركيه واحد الحاجه اللي كانت من وعود الوزاره اننا غتكون تجلس معنا اشاك فوا يكون شي قرار فيه جهات معنيه باش يكون الاحترام ديال ديك الجهات اللي هما حنا كطلبه وتحفظ الكرامه ديالنا، ما طبقتش علينا واحد القرار بطريقه احاديه وما يكونش فيه الاشراك ديالنا. ممكن ما شفتوا ان هذا النضال هذا اخر حاجه كانت فيه هي واحد المسيره اللي كان تم القمع ديالها قدام قبه البرلمان، وما خلاو في بلاصه ما تكون مسيره من حدا وزاره الصحه، ولات غير وقفه وطنيه قدام قبه البرلمان. المهم حنايا من مور هاد المسيره هذه اللي ولا هاد الوقفه هذه اللي ولات وجا ليها اكثر من 12000 طالب، حنايا كنا كنتسناو ان الوزاره تعيط لينا فوالا راه هاد لي زيتوديون هادو راهم كيطالبوا بشي حاجه، وهاد الحاجه هادي ما هي الا جوده التكوين، ما كاين حتى شي حاجه اخرى كيطالبوا بها من غير جوده التكوين والرفض ديال واحد القرار كما قلنا اللي جا بطريقه احاديه. حنا كنا كنتسناو يتحل لنا باب الحوار ونجيو ونجلسوا ونهضروا بكل مسؤوليه وبكل فعاليه، ونرجعوا للطلبه ونجيبوا لكم الاراء ديالهم، وان شاء الله مثلا يتفك هاد الاضراب هذا. لحقاش حنا ما كرهناش حتى حنا نرجعوا للمدرجات ونرجعوا نقراوا ودوا السيروره ديال السنه الجامعيه على احسن الاحوال. فاذا بهم كينهجوا واحد السياسه ديال التصعيد والامتحانات اللي تمت المقاطعه ديالها، حنا اليوم من مور هاد الندوه هادي غنمشيو ناسوريو واحد الوقفه احتجاجيه قدام واحد المجالس الكليه اللي هي تسعى باش انها تبروغرامي لي زيكزامان اللي تمت المقاطعه ديالهم. كيفاش انت باغي تعاود دير البرمجه ديال واحد الامتحانات اللي تم المقاطعه ديالهم؟ الطالب سمح في الامتحانات ديالو في البريباراسيون ديالو ودار مقاطعه، وتجي تقولي لا انا عاوتاني غنبريباري لك لي زيكزامان ميم كو لو بروبليم اي توجور زعما ني با ريزولو، مازال ما تفكش المشكل. حنايا كنطلبوا من هاد المنابر الاعلاميه ديالكم انه يتفتح باب الحوار والنقط العالقه يتم
زعما لا ديسكوسيون ديالهم كل مسؤوليه يتم زعما الفك ديالها ويعطيونا حلول واقعيه وماشي ما تكونش وعود. حيت المقترح الوزاري اللي تعطانا في اخر الاجتماعات الوزاريه كان فيه غير الوعود. المشكله ان ديك الوعود ما بقاوش الطلبه كيتيقوا فيها، عياو ما يتيقوا فيها، وجبنا لهم بزاف الوعود. حنا كلجنه وطنيه جبنا لهم واحد الوعود اللي ما عمرها ما تحترمات، وما يمكنش نجيبوا لهم وعود اخرى ونتسناو منهم انهم يقبلوا بها، هادشي ما يمكنش. والمشكل كما قلت هو انه ما خصناش نبقاو نهجو سياسه الصعيد. حنا كطلبه حنا كنقولوا بالله حنا باغيين باب الحوار، ما بغيناش نزيدوا نصعدوا حتى شي حاجه، ما بغيناها تكون من جانب ديال الطلبه. حنا بغينا الحوار يكون ونجلسون في كل مشكل بكل مسؤوليه وبكل وطنيه. السلام عليكم، رشيد الملوكي، عضو اللجنه الوطنيه لطلبه الطب الصيدله وطب الاسنان. اذا كيف ما كتشاهدوا حنا اليوم بمدينة الرباط في ندوه صحفيه من اجل تصحيح المغالطات التي يتم يعني تمريرها يعني من طرف مسؤولين ومن طرف الوزارات. حنا هنا باش نبينوا ايضا للراي العام علاش حنا كطلبه ديال الطب والصيدله خارجين للشارع، علاش حنا كطلبه اليوم كندافع على جوده التكوين ديالنا، علاش حنا كطلبه اليوم مقاطعين الامتحانات ديالنا، مقاطعين التدريب الاستشفائيه ومقاطعين الدروس النظريه ديالنا. يعني مع الاسف حنا كطلبه يعني تفاجئنا بالعديد من القرارات وبالعديد يعني من واحد الضبابيه وواحد العشوائيه في تنزيل القرارات. واهم يعني اهم نقطه يعني اللي جات هي التقليص ديال سنوات التكوين من 7 سنوات الى 6 سنوات. هاد التقليص هذا اللي نورمالمون خاصو يكون يعني خاص يكون معاه بزاف ديال لي ميزور داكونبانيومون، خاص يكونوا معاه يعني قوانين ديالو. حنا تفاجئنا بهذا القرار الاحادي اللي ما تمش فيه الاحترام ديال البيفي داكو ديال 2019 اللي هو فيه الاشراك ديال الطلبه ديال الطب والصيدله وطب الاسنان في اي قرار ولا في اي حاجه كتعني التكوين ديال الطلبه. يعني جا واحد القرار احادي اللي نورمالمون خرج في فبراير 2022، حنا اليوم تقريبا في فبراير 2024 مازال ما كاين حتى شي وضوح، مازال ما عندنا حتى شي ايدي على شنو ممكن داك الطالب يمكن له يدير يعني في العام الجاي اللي هو العام السادس. يعني هذا القرار اللي باغيين ينزلوه في 2024 2025. مع الاسف حنا كنطالبوا الوزاره انها تستجب لنا، كنطالبوا الوزارات بجوج، وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه انهم يستجبوا لنا، اننا راه حنا عيينا من هذا السكات، اننا بغينا نرجعوا للتدريب الاستشفائيه، بغينا نرجعوا للدروس ديالنا، بغينا ندوزوا الامتحانات ديالنا. والا كنا خارجين اليوم راه حنا خارجين من اجل جوده التكوين ديالنا. ملي كنقول جوده التكوين كنقول صحه المواطن المغربي، عاوتاني كنقول صحه المواطن المغربي، لان هادو جوج ديال الحوايج ما يمكنناش نفرقوهم. وبالتالي فاننا كنطالبوا يعني بالاستجابه العاجله. يعني كيف ما شاهدتوا يعني يوم الجمعه كانت عندنا مسيره وطنيه اللي كانت مقرره من المقر ديال وزاره الصحه الى البرلمان. مع الاسف يعني هذه المسيره هذه اللي بصراحه العبارات تقمعنا فيها وما خديناش فيها حقنا اننا نعبروا فيها على المخاوف ديالنا ونعبروا فيها على السخط ديالنا على هذه القرارات، بالرغم من اننا كطلبه ديال الطب يعني في لي موفمون ديالنا كاملين من 2011 الى اليوم في 2024 ديما لي سيتشين ديالنا الوقفات ديالنا ولا المسيرات ديالنا كيدوزوا في احسن وضع، كيدوزوا يعني باجمل الطرق، يعني كتكون سلميه، كنكونوا منظمين يعني سواء في الطريق سواء في الشعارات ديالنا، لان الهدف ديالنا واضح، حنا خارجين ندافعوا على جوده التكوين ديالنا وما باغينش شي حاجه من غير هادشي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.